السلام عليكم، انا سيده الفايز لطيفه مدينه الصويره. انا تنعيش من في هذا الدار من 88. انا والمرحوم ديالي، الجوج ديالي السمياني محمد. هاد الناس جاو الضرب على اساس باش تصلح. هاد الناس هدموا لينا محناتنا وما داروا معنا حتى شي حل. من شهر 10 وحنا خارجين، ودابا شهر 10 بيدخل تقريبا عام هادي، وهاد الناس راه ما داروا معنا حتى شي حل، ما داروا معنا والو، ما خليت فين شكيت. ها الشكايه ديالي دايراهم باش ندخل عند العامل، ما خلاونيش باش ندخل عنده. وهاد الناس راه فين ما مشيت تيقولوا لي هذيك الدار ما ليهاش الحل، واش بيطوا 4 د المليون؟ انا 4 د المليون اش بات دير ليا وانا عندي ثلاثه تاع الدراري؟ اش بغات ديري 4 د المليون؟ انا ما تنطلب حتى شي حاجه، تنطلب يتقادوا ليا محالي كي كان وباش نستقر. لي راه هاد الناس شتتوني وشتتوا ليا ولادي وحوايجي، هما فين مليوحين هنا كاملين مكرفصي ليا. تنطلب من هاد الناس وتنطلب من سيدنا، هاد الشيء دايرو سيدنا الله ينصرو، تنطلب من سيدنا يشوف من حالي. انا راه مرأة ارملك وكان المرحوم الله يرحمه كون كما يوقع لي هاد الشيء. انا دابا مشتت انا ولادي باش هاد الناس فين ما مشيت حتى شي واحد ما تعطيني. اللي مشيت عنده تيلوحني القنت، قالوا لي نعطيكي فين تسكني، تا يا سميتو تصلح لك محلك، ما شت لا سكنه لا والو. دابا انا راه جالسه غير عند امي، وامي راه تا هي امراه هجاله، تا هي راه عيات، وخصني انا باش نمشي بيت انا محالي تصيب ليا. دابا حنا راه سته د النفوس في الدار، كلشي تشتت كلشي تشتت، وانا تنطلب من سيدنا الله ينصرو الله يحفظو لينا والله يخليه لينا ويخلي ليه وليداته يشوف من حالي ويشوف من حال وليداتي. راني مكرفصه، راه شهر 10 وانا خارجه ما شتا شي نتيجه، وتنطلب من المسؤولين حتى هما يشوفوا من حالنا. راني انا راه عييت اللي شكيت عنده بين ندخل غير عند العامل، ما خلاونيش، عييت من الشكايات. دابا تنطلب منكم وتنطلب من الناس يجي يشوفوا ليا محالي. انا ما بيت 4 د المليون، انا بيت محالي تصلح ليا كي كان محالي كيرجع باش نتسقر فيه انا وليداتي. هذا الشيء اللي تنطلب. وسيدنا الله ينصروا لينا، عطانا باش المدينة العتيقة باش تصيب أي واحد الدار اللي كانت اللي طايحة خصها تصيب، باش حنا يروغونا. راه حنا راه عيينا، أنا راه عييت أنا بزاف، أنا عييت. راه وليت دابا الأعصاب أنا وولادي ما مرتاحاش، كل ساعة ولادي معصبة عليهم على حياتي اللي تشتتت وفراشي. شوف فراشي فين محطوط ليا. أنا راه لا إله إلا الله محمد رسول الله، تنطلب من هاد الناس يشوفوا من حالنا. العار تاع الله شوفوا من حالنا، راه حنا عيينا ما نصبروا، عيينا. كل مره نمشيو يقولوا لينا صبروا هاد الشهر، صبروا هادي، صبروا تدخل شركه جديده، صبروا. كاع الناس صلحوا ليهم، كاع الناس المدينه العتيقه صلحوا ليهم، هما الملاح صلحوا ليهم، الا حنا جاو لينا حتى لهنا وحما وما يوقفوا. ودابا تنطلب الله يجازيكم بخير، وتنطلب هاد الناس اللي وقفوا معايا الله يطول عمرهم ويخرج سيرفيسهم على خير. انا راه لا اله الا الله محمد رسول الله، هاد الشيء اللي عندي راني قلته. انا راني عييت، شوفوا من حالنا يا هاد الناس، رحمونا يا هاد الناس. تنطلب الجلالة الملك الله ينصروا لنا ويحفظوا لنا، يشوف من حالي ويشوف من حال وليداتي. انا راه المراه ارمله، مراه ما صافي الجناح حتى الرسوليه، مثل عندي مازال جهدي جهد الله سبحانه وتعالى. وسعادة العامل تا هو إقليم الصويرة يشوف من حالي تا هو وينظر من حالي. راني أنا راني تهلكت، راني مرضت أنا بالأعصاب ومرضت من أي حاجة. الله يجازيكم بخير، شوفوا من حالي، الله يطول عمركم. وتنطلب من سعادة العامل باش يشوف من حالي وحال وليداتي، يعطوني فين نسكن أنا وليداتي تيتصلح لي. الله يصلحوا لي غير محالي، أنا ما بيت والو، بيت محالي تصلح لي فين نعيش أنا، فين نجلس نتكمش أنا وليداتي. هذا الشيء اللي تنطلب. وعاش الملك وعاش سيدنا، والله ينصر سيدنا والله يحفظه لينا والله يعفو عليه. هذا الشيء اللي غادي نقول. السلام عليكم، الله يخليكم. حنا راه مضرورين وقاتل في خطر، حنا ولادنا مهددين، وهما جاو عندنا وقالوا لنا نعطيكم 4 د المليون. 4 د المليون حنا اش غادي ندير لينا؟
غادي نخرجوا نتشردوا حنا ولادنا للزنقه ما عندنا فين نمشيو. والله ما نموتوني في الدار ولا نخرجوا للزنقه. الله ينصر سيدنا وعاش الملك والله يزاديكم بخير. شوفوا ما ديروا معنا، ديروا معنا شي حاجه، حنا قاسي في خطر حنا ولادنا. لما كانوا داروا معنا والو جاوا يديروا لي الحديد، انا ما خليتهمش يديروا لي الحديد. بيديروا لي الحديد للدار كلها، انا قلت لهم لا، قلت لهم الحديد لا، مويت حدايا هي اللي كاينه. الا باي يديروا لي الحديد وعندي الولد صغير وتنخرج ما ديروش لي الحديد. عندي ولادي صغار، انا عندي ولادي تحت ما خدامه قاعدين بلا خدمه بلا دما. ايوا هذا الشيء اللي كاين. الدار مهدده ومشيت عند الباشا وخرجوا لي الجنه. هذا الشيء في رمضان طاح عليا بيت، طاح واحد الدار اخرى راشيه وما داروا معايا حتى شي حاجه. مشيت عند القايده قالت لي مورا العواشر قلبي بنعطيك تجي الشيك في 4 المليون. انا ما عندي فين نمشي، ما عندي ما ندير ب 4 المليون. هذا الشيء اللي كاين. والله اله الا الله محمد رسول الله وعاش الملك. انا 4 المليون ما عندي ما ندير بها، اش غندير بها؟ ما دايره لي والو. الكرا غالي في الصويره 40000 ريال 50000 ريال وصل الكرا، الراينا غلات. ايوا فين غادي ندي انا ولادي؟ فين غادي نسكنوا حنا عائله هنايا؟ فين غنمشيو؟ هذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم اسيدي. حنا من الناس اللي مضرورين من الديور ديال الاصلاح، اللي صاحب الجلاله الله ينصرو هو اللي الامر عطى الامر باش يتصلحوا الديور ديال المدينه العتيقه كاملين، ولكن هاد الناس ما داروا معنا والو. النهار الاول جا داك المارشي ديال كان كيصلح هنا المدينه القواد وداكشي، وطاحت لينا الدار وجاو عندنا قالوا لنا راه غادي نصلحوا لكم، واش يمكن لكم تخرجوا تنصلحوا لكم؟ جا عندنا سعاده الباشا وجا عندنا القايده وجاو عندنا حتى للدار وطلعوا قالوا لنا غادي نصلحوا لكم تخرجوا. لمده يومين الا ما 3 ايام خرجنا خوينا الدار، بدا الاصلاح، جا هاد الوباء من مورا فاش سال هاد الكونفينمون وبدا عاود جابوا واحد جوج الخدامه بداو تيديروا بحال هكا يصلحوا غير كيتفلوا ما كيصلحوا ما والو. ومن بعد جاو قال لنا داركم راه ما بقات غادي خصها تريب ونعاودوا اللي تعاود تصلحوا، الميزانيه ما كافياش وبيعتونا 4 المليون. هذا 4 المليون اش بينا نديروا بها حنا؟ وحنا 70 عام هو با ساكن في هاد الدار، كي غادي نديروا؟ اش غنديروا بها؟ نكرو بها؟ نرنو بها؟ اش بينا نديروا بها؟ ما دايره لينا والو. حنا تبارك الله 11 تاع الخوت، حنا 11 شبا امي عايشين هنايا. حنا كنسكنوا فواحد المحل شادين لينا هما، قالوا لنا على ما نصلحوا لكم، ولكن هاد الساعه ما داروا لنا معنا والو. قالنا تيفوت العيد وغادي نشوفو نكتب الدراسه تا شنو غيكون اش غيقول. مازال ما داروا معنا حتى حل. حنا ما كنطلبوا، ما بغينا 4 المليون، ما بغينا والو، بغينا غير الاصلاح. حنا بينا غير دارنا يصلحوها لينا ترجع كي كانت، ما بغينا والو، بغينا حنا غير الاصلاح. تنطالبوا حنا غير بالاصلاح. ومن عاد منبر كانوا هاد النداء لصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، الله يجازيكم تانتوما بخير وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.